صباح الخير يا وطنا يسير بمجده العالي إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل. صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار. صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان. صباح الخير من أم الرشراش والمزارعة ويالو ولفتة وعين كارم والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث، صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت، صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء، صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين، صباح الخير للطلاب، صباح الخير للفقراء، صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين، وعلى امتداد الوطن السليب نقرأ الخبر نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحا وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى اتش كلينيك التخصصي هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا. أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح الخير يا وطن. صباح الخير للزملاء من الإخراج التلفزيوني والتنسيق خالد نجاس، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان، ومني لكم في الأعداد والتقديم هديل أبو زيني أطيب التحيات. وللتذكير تتابعونا على شبكة وطن الإعلامية على شاشة تلفزيون وطن، وعبر إذاعة وطن على الموجة 99.2، وعبر وكالة وطن للأنباء على موقع فيسبوك مباشر. لنبدأ جولتنا بأبرز العناوين. استشهاد الشاب عاهد عزام سليم في قلقيلية. ومستوطنون يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك منذ فجر اليوم بحماية قوات الاحتلال. ودعوات لاستمرار الحشد والاعتكاف بكثافة في المسجد الأقصى لإحباط تمرير مخططات المستوطنين والتصدي لاقتحاماته المحتملة. وأربع إصابات في هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين قرب مدخل البيرة الشمالية. وقوات الاحتلال تواصل إغلاق مدخل بلدة قصر الرئيسي جنوب نابلس بالسواتر الترابية والصخرية لليوم الرابع على التوالي. وتجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الرابع عشر على التوالي. إلى التفاصيل.
استشهد شاب برصاص الاحتلال مساء يوم أمس خلال مواجهات اندلعت في بلدة عزون شرق قلقيلية. وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب عائد عزام محمود سليم 20 عاماً ارتقى متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر في بلدة عزون. وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عند المدخل البلدة أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة الشاب سليم بالرصاص الحي بصورة حرجة في البطن وفي الصدر. نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال في قلقيلية، حيث نقل أيضا وأعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته. وبارتقاء الشاب سليم يوم أمس ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 95 شهيدا، من بينهم 17 طفلا وسيدة وشاب من بلدة حورة بالنقب بأراضي الداخل المحتلة. ومباشرة من قلقيلية ينضم إلينا الزميل الصحفي أحمد شاوري. يسعد صباحك أحمد وأهلا بك. صباح الخير، أهلا بك. تحياتي لك. يعني أحمد، بداية كيف تبدو الصورة لديك الآن في مدينة قلقيلية في صباح هذا اليوم بعد استشهاد الشاب عاهد يوم أمس؟ تفضل. نعم، يعني بعد هذه الليلة الحزينة التي مرت على محافظة قلقيلية، المحافظة بأبنائها وخاصة في بلدة عزون أولا يدخلون في إضراب منذ ساعات الصباح، وأيضا يتحضرون لتشييع جثمان الشهيد عائد سليم الذي ارتقى بعد استهدافه من جيش الاحتلال في ساعات المساء عند المدخل الشرقي أو الشمالي لبلدة عزون. خمس رصاصات استقرت في بطن وصدر الشهيد وأدى ذلك إلى استشهاده على الفور. كما تعلمون نقل إلى مستشفى عبور القاسم في بلدة عزون، ومن ثم تم تحويله إلى مستشفى درويش نزال الحكومي حيث يرقد حتى هذه اللحظة. وعند الساعة 10 سيكون هناك بداية مراسم التشييع، ستنطلق بموكب عسكري، وأيضا سيتم نقله إلى بلدة عزون حيث سيتم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزل عائلة الشهيد، ومن ثم إلى مسجد عزون الذي سيؤدي المصلون عليه صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، ومن ثم الانطلاق إلى تشييعه إلى مقبرة عزون. هذه الجريمة التي سجلت بالأمس هي الجريمة الثانية في عزون خلال شهرين، وأيضا السادسة من نوعها خلال منذ بداية هذا العام في محافظة قلقيلية. ست شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال ومستوطني أيضا في محافظة قلقيلية منذ بداية العام، وما زالت هذه الجرائم مستمرة. نتحدث عن جريمة أيضا بحق أحد أبناء محافظة قلقيلية من مستوطن في منطقة سنيريا بين سنيريا وبديا. إذن هذه الجرائم يعني تكون إما من برصاص جيش الاحتلال أو مستوطنيه، ولكن النتيجة واحدة هي استهداف أبناء شعبنا في كل مناطق تواجده. نعم، يعني أحمد أيضا متفاصيل متوفرة لديك حول استشهاد الشاب عاهد وظروف أيضا استشهاده. ذكرت بعض المصادر المحلية بأنه لم يكن هناك أي مواجهات مع قوات الاحتلال، بل استهدفت قوات الاحتلال عاهد بشكل يعني مباشر، وما أيضا هي الذريعة الجديدة التي صدرها الاحتلال حول إعدام الشاب؟ نعم، أولا منطقة عزون أو بلدة عزون هي من المناطق الساخنة والتي يحدث فيها مواجهات واستفزازات من جيش الاحتلال بشكل دائم ومستمر. هناك تواجد جيش الاحتلال على مدخل على بلدة عزون الشمالي على شكل حاجز يقيمه الاحتلال، وتواجد بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع والسنة، وأيضا هناك تواجد شبه يومي على المدخل الغربي لبلدة عزون المحاذي بقرية عزة الطبيب. هذا التواجد يخلق دائما حالة من التوتر وحالة من المشاحنات وحالة من الاحتكاكات مع جيش الاحتلال الذين يمارسون استفزازا على أبناء شعبنا الذين يدخلون ويخرجون من بلدة عزون. ولكن كما تعلمون الجيش الاحتلال
يتضرع دائما ويتحدث بحجج واهية، وهي في هذه المرة محاولة من هذا الشهيد إلقاء عبوة أو قنبلة مصنوعة محليا نحو جنود الاحتلال المتواجدين في هذا المكان. كما تفضلت لم يكن هناك أي مواجهات أو حتى خطورة على جيش الاحتلال يستدعي هذا التعامل القاتل من جيش الاحتلال، يعني كان هناك إطلاق نار بهدف القتل مباشرة على الأطراف العلوية لجسد الشهيد. نعم، إذن الرحمة لشهدائنا. وليها هنا اسمح لي أود شكرك، كنت معنا الصحفي من قلقلية أحمد شاور، شكرا لك. إذن ولنستكمل من أهم الأخبار الميدانية الآن، بحيث عرقلت قوات الاحتلال دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك للاعتكاف وأداء الصلوات. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أوقفت المصلين عند أبواب المسجد ودققت في هوياتهم، كما زادت أيضا من تواجدها العسكري في محيطه في محاولة لإعاقة وصول المصلين ومنع الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع دعوات المستوطنين من جماعات الهيكل المزعومة اقتحام باحات المسجد الأقصى منذ فجر هذا اليوم. وفي سياق أيضا متصل، أعلنت شرطة الاحتلال نيتها إغلاق عدد من الشوارع والطرق الرئيسية في منطقة باب الأصباط ووادي الحلوة بهدف توفير الحماية لاقتحامات المستوطنين. ورغم إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بشكل يومي، أدى نحو 30,000 مصلي مساء يوم أمس صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك. دائما لماذا تصر شرطة الاحتلال على فض الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك في كل ليلة، وتشهد هذه المظاهرات والمحاولات منذ الليالي الأولى في شهر رمضان المبارك؟ وهذا ما قاله المختص الباحث المتخصص بشؤون القدس زياد بحيص، لنتابعه. لماذا تصر شرطة الاحتلال على فض الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك في كل ليلة؟ باختصار، تريد شرطة الاحتلال أن تقول أن المسجد الأقصى قد بات مقدسا مشتركا بين المسلمين واليهود، ولم يعد مقدسا إسلاميا خالصا، وأن من يديره بهذا التعريف الجديد هي شرطة الاحتلال وليست الأوقاف الإسلامية ولا أي مرجعية إسلامية. هي تريد ساحة المسجد الأقصى فارغة في الصباح عندما يأتي وقت المستوطنين، فهي تقرر متى يصلي المسلمون ومتى يدخلون، ومتى يصلي اليهود في الأقصى باعتباره مقدسا مشتركا ومتى يدخلون. لذلك فقد باتت معركة الاعتكاف اليوم معركة على هوية المسجد، وبعد كل ما حصل، بعد العدوان على المعتكفين وبعد الرد على العدوان، يبقى السؤال أمامنا: هل سنفرض إرادتنا في مسجدنا أم سيفرض الاحتلال إرادته بالهراوات والبنادق؟ إذن ولننتقل إلى ملفنا الثاني لهذا اليوم، مختارات من الصحف العبرية. واسمحوا لي مباشرة أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ. يسعد صباحك سيد إبراهيم، وأهلا بك. أهلا بك ولكافة السادة المستمعين والمتابعين، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. تحياتي لك. يعني سيد إبراهيم، بداية لنبدأ بأبرز ما جاء من عناوين في الصحف العبرية لهذا اليوم، تفضل. نبدأ بما ورد على قناة كان العبرية: صواريخ أطلقت من سوريا ليلا وإسرائيل ترد، والتوقع بأن من أطلق هذه القذائف فصائل فلسطينية. القناة الثانية عشرة: سامي أبو شحادة رئيس التجمع الديمقراطي وعضو الكنيست يقول إسرائيل المورد الأساسي للعنف والثور الهائج إيتمار بن جبير بصفة وزير. مظاهرات تل أبيب كما على صحيفة هارتس
لم تعد تقف أمام حالة الانقسام في إسرائيل. أيضا موقع العبري المراسل العسكري أمير بار شلوم يقول بأن الأوضاع آخذة بالانفجار وكأن مقبلون على انتفاضة ثالثة. موقع زمان إسرائيل يقول إيران أو يكتب إيران تتبنى أو تبني شرق أوسط جديد. يدعوت الجولان تحت النار من جديد، وهناك حالة ترقب من تصعيد جديد. أيضا ما ورد على صحيفة أمكور، الأقصى مغلق أمام المسلمين ومفتوح للصلاة أمام المصلين اليهود. نعم، يعني أيضا أستاذ إبراهيم، يعني بناء على تعليمات وزير الدفاع في حكومة الاحتلال وتقييم الوضع في جيش الاحتلال، قرر يوم أمس تعزيز قوات إضافية في الضفة الغربية وعلى خط التماس أيضا في منطقة الأغوار الشمالية، وسيبدأ هذا الانتشار بشكل مكثف منذ صباح هذا اليوم. ما المتوقع، وهل فعلا سنشهد يعني صدامات اليوم مع الاحتلال؟ اليوم هو يوم حساس بالنسبة للمستوطنين اليهود، فيما يعتبر في الأديان اليهودية يوم الكهنيم، بمعنى أنه اليوم الكهنة الذين يقومون بالصلاة والدعاء وإتقاء المصلين اليهود إلى حات المسجد الأقصى، فهذا يوم حساس. بالتالي كان أيضا في أعقاب عمليتين في غضون 48 ساعة قام رئيس وزراء الاحتلال وأيضا الجيش بتكثيف تواجد الوحدات وتعزيز الضفة الغربية بوحدات إضافية، 4 وحدات، تحسبا لأي تصعيد من طرف الفلسطينيين كما يقال، ورد على ما يدور في المسجد الأقصى من انتهاكات. فنحن أمام فترة حساسة جدا، وأيضا أكد المستوى الأمني الإسرائيلي على التأكيد من التخوف من العمليات الفردية كما يقال، لأن الوضع متعجل جدا. بالأمس عدت استوديوهات المحللين الإسرائيليين، وهناك شبه إجماع على ما يقوم به إيتمار بن غفير في القدس، وأن هناك إيعاز حكومي بهذا التصرف حتى يتم صرف الأنظار حقيقة عما يحدث من التظاهرات التي كان آخرها بالأمس من تظاهرات عديدة جدا، كما ذكرنا أنها قالت هارتس أنها تعدت حالة أو لم تقف أمام حالة الانقسام في إسرائيل، إنما ستتوسع ويكون لها مطالب وعناوين جديدة. وهذا التوقع على صعيد الضفة الغربية، الجيش أعلن أنه سيغلق الضفة الغربية في ذروة الأعياد، بالتالي ينكل ويضيق على الفلسطينيين ولا يتيح لهم الحركة كما هو مراد ومطلوب. وأيضا التخوف أن تكون هناك أعمال في أراضي 48، بخاصة أن الاحتلال إلى الآن يصر وعلى لسان الشرطة ونفس الموقف الشباك عن الشرطة الذي قال نحقق في الموضوع، إلى الآن لم يصدر بيان مشترك عادة الشرطة والشباك في إصدار بيانات حول العمليات، إنما الشرطة تؤكد بأن ما قام اغتيال الشاب الفلسطيني إنه عملية، والأهل والعائلة تنفي أن تكون عملية كما لاحظنا، وهناك إصرار إسرائيلي بالتأكيد. لكن هذه العملية عكست حالة التوتر الموجود والربع الذعر في الأوساط الأمنية، وأن الاحتلال في أعلى درجات تأهبه تحسبا لوقوع أي حدث. نعم، يعني إذن أستاذ إبراهيم، يعني شهدنا قبل عدة أيام إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، ويعني منذ يوم أمس وأول أمس كان هناك أيضا إطلاق لصواريخ من الأراضي السورية. يعني كيف يقرأ الإعلام العبري هذه الأحداث، وأيضا ما المتوقع أن يشهد في الساحة العربية وأيضا الإسرائيلية؟ طبعا كما يعني ورد على هيئة البث الإسرائيلية من تحليلات وبخاصة المراسل العسكري عندما قال بأن هذا تطور غير مسبوق وخطير جدا، وأن هذه جهنم فتحت من جديد، وأن جبهة لبنان التي جاءت مفاجئة، وهذه القذائف أكثر من 34 إطلاق في لحظات كانت بمثابة الصدمة، ويعني أدخلت بظلالها حتى على المستوى الأمني المتخبط، مما استدعى إلى
اجتماع المجلس الوزاري المصغر الكابينيت بعد عدم اجتماعه لشهرين رغم الدعوات لأعضاء من الكابينيت المجلس الوزاري المصغر للاجتماع اجتمع ونتج عنه هذه الردود التي وصفت بأنها ردود لا تتقي لمستوى الحدث وقلل منها أغلب الخبراء والمحللون وقالوا بأن حالة الردع الإسرائيلية تعرضت للترهل بسبب الانقسامات الداخلية والدعوات إلى التمرد في سرب الجيش بخاصة الطيران والبحرية وهذا أدى على إلى إضعاف حالة الردع الإسرائيلية وأيضا إسرائيل عاجزة عن مواجهة هذه الجبهات. لاحظنا تصريح زعيم المعارضة يائير لبيد الذي قال إسرائيل تتعرض لعدة ضربات من عدة جبهات وهي في وضع يعني لا تحسد عليه. الآن كانت جبهة لبنان إضافية، الليلة دخلت على الخط جبهة سوريا وأصابع الاتهام الإسرائيلية نحو فصائل فلسطينية كما كان من في الجنوب اللبناني وهذا أيضا مؤشر خطير جدا. وعلى صعيد تطور علاقة الفصائل الفلسطينية مع المحيط يدل أن هناك توجه إسرائيلي للرد فقط موضعي وليس لتصعيد، لأن إسرائيل الآن جبهتها الداخلية عاجزة عن تقبل صدمات كهذه لأنها مفتتة أصلا. وأيضا نحن مقبلون على مرحلة صيف وأيضا القراءة في المشهد الصهيوني من الانشقاق وعدم الإجماع على الذهاب إلى حرب يعتبرها البعض تصدير أزمة داخلية وهي شخصية يقودها نتنياهو في هذه الأزمة. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا وشكرك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ إبراهيم الشيخ، شكرا لك. إذن ومن الأخبار الميدانية لهذا اليوم وليلة أمس، بحيث أصيب 4 مواطنين خلال هجوم للمستوطنين على مركبات المواطنين على مدخل البيرة الشمالي لمدينة البيرة. وأفادت مصادر محلية بأن 4 مواطنين أصيبوا بشروح وردود وتضررت مركبات آخرين في هجوم للمستوطنين على مركباتهم عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وأفادت وأضافت أيضا المصادر أن مجموعة أخرى من المستوطنين تجمعت عند دوار العين أبو أيوب وقرب قرية رأس كركر غرب مدينة رام الله. وفي ذات السياق أيضا نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مدخل قرية ترمسعية شمال مدينة رام الله وعلى مدخل قرية الطيبة الشرقية شمال شرق المحافظة وعلى بوابة النبي صالح شمال غرب المحافظة ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم. وأيضا سقط صاروخ أطلق من الأراضي السورية مساء يوم أمس السبت في منطقة مفتوحة بالجولان السوري المحتلة، حيث تم تفعيل صافرات الإنذار. وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي فإنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية وأن أحدهم فقط عبر السياج وتم تفعيل القبة الحديدية. وفي صباح هذا اليوم حولت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى المبارك إلى ثكنة عسكرية لتأمين اقتحام المستوطنين لساحات الحرم في اليوم 4 من عيد الفصح اليهودي. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين شرعوا باقتحام ساحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. إذن وللمزيد من الأخبار الميدانية ومتابعة آخر التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الزميل الصحفي الدكتور أمين أبوردة. يسعد صباحك دكتور وأهلا بك. صباح الخير، تحياتي. تحياتي لك. يعني دكتور لنبدأ بصورة الأوضاع الميدانية الآن في مدن الضفة وأيضا في مدينة القدس، إذ شهدت ليلة أمس وفجر هذا اليوم يعني اقتحامات ومواجهات وأيضا يعني اشتباكات، لتجمل لنا حصيلة الاعتقالات والإصابات إن وجدت.
بالفعل نبدأ بما يجري حاليا في باحات المسجد الأقصى. حتى اللحظة هناك 9 دفعات من المستوطنين اقتحموا باحات الحرم القدسي الشريف، عددهم الآن تقريبا 350 مستوطن. أيضا يتواجد في منطقة باب المغاربة مفوض عام شرطة الاحتلال، الذي أيضا يعاين عن كثب عمليات الاقتحام المتتالية لدفعات كبيرة من المستوطنين. طبعا الاقتحام تكثف هذا العام بشكل كبير خلال شهر رمضان، وأيضا خلال فترة عيد الفصح الذي بدأ قبل 3 أيام لدى اليهود، وبالتالي هناك تكثيف كبير. طبعا رغم تواجد المستوطنين بهذا العدد وحراسة عسكرية كبيرة، ولكن هناك المئات من المعتكفين ما زالوا مرابطين في باحات المسجد الأقصى، وهناك هتافات ضد اقتحام هذا الحرم صباح هذا اليوم. بعيدا عن القدس نأتي إلى الضفة الغربية، تجديدات احتلالية واضحة خاصة في محيط منطقة نابلس وأريحة. حاجز الحمراء منذ أكثر من ساعتين الآن مغلق للخروج من نابلس بسبب تواجد المستوطنين على هذا الحاجز على بعد أمتار قليلة من مكان عملية مقتل المستوطنتين قبل 4 أيام. هناك أيضا كان هناك تواجد احتلالي واضح في المنطقة الشمالية الغربية من نابلس بالقرب من دير شرف ومنطقة شافي شمرون والسعودية وصباصيا. هناك معلومات عن نية المستوطنين اقتحام منطقة صباصيا هذا الصباح. في ساعات الليل الماضية كان هناك اعتداءات من المستوطنين في منطقة دير بلوط، منطقة غربية سلفيت، كان هناك اعتداء على المواطنين أثناء خروجهم من صلاة العشاء، وتعرض عدة مواطنين للضرب والإصابات خاصة في محيط مسجد السلام في البلدة. وأيضا كان هناك 4 إصابات في منطقة البيرة قبالة حاجز بيتيل بعد مواجهات واعتداءات المستوطنين على السيارات الفلسطينية المارة هناك. سجل إصابة في الخضر في منطقة بيت لحم للمصور عبد الرحمن حسان جراء اعتداء عليه. وأيضا كان هناك إشهاد عائد سليم من قلقيلية خلال المواجهات وقعت على المدخل الشمالي لبلدة عزون شرقي قلقيلية. نعم، أيضا دكتور لربما الخبر المتداول الآن والذي يضج على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني بعيدا عن اعتصام المعلمين أيضا الذي يشكل المرتبة الأولى من يعني المواضيع التي يهتم بها يعني الشارع الفلسطيني، هو يعني قتل العميل لدى قوات الاحتلال يوم أمس في مدينة نابلس. ما التفاصيل حول ذلك؟ بالفعل بالأمس وبشكل مفاجئ أعلنت مجموعات عرين الأسود عن تصفية عميل، هو حتى اللحظة لم يعلن رسميا عن وفاته، هو الآن أصيب ب6 رصاصات وكان إصابته خطيرة وتواجد في مشفى رفيديا. حسب بيان عرين الأسود وأكثر من مصدر محلي فإنه يقف خلف تصفية مجموعة من المطلوبين من مجموعة عرين الأسود قبل 3 أشهر وشارك بعمليات الاغتيال، وهناك فيديو مصور تم تداوله بشكل كبير لاعترافات وإقرار العميل بتواطؤه وأيضا ارتباطه مع الاحتلال ومشاركته في عمليات الاغتيال. كان هناك أيضا بيان من أسرته يتبرأ منه على هذه الفعلة، وبالأمس قام مجهولون وأيضا بهدم جزء من منزل جديد يشيده العميل في منطقة رجيب شرق المدينة وإحراق أجزاء منه. وأيضا كان هناك مسيرات عفوية في البلدة القديمة تقدمها أباء وأمهات الشهداء الذين تم تصفيتهم من خلال فعلة هذا العميل. الموضوع تحول إلى يعني متابعة كبيرة خاصة ليس فقط في نابلس، حتى في باقي مناطق الوطن، كون أن الموضوع جديد عودة أسلوب تصفية العملاء الذين يقفون خلف اعتقال وتصفية المطلوبين لقوات الاحتلال. بالتالي الموضوع بالفعل أخذ حيز كبير أمس على منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا. نعم، أيضا دكتور بحسب ما يصلنا الآن أن هناك جيش الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في صباصيا لتأمين اقتحام المستوطنين، يعني ما المتوقع أن نشهده اليوم في هذه المنطقة؟ بالفعل أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المنطقة الأثرية في صباصة تحت الدعم أنها منطقة جيم متزايد بشكل كبير، وهذا لمسناه في الفترة الماضية. وذكرنا بالبداية اليوم أن هناك كان استنفار احتلال واضح في منطقة المسعودية ومنطقة صباصة تمهيدا لهذا الاقتحام، هو جزء من عربدة المستوطنين في كل مناطق الضفة الغربية كما يعربدون حاليا في قبالة حاجز الحمراء أيضا وفي باحات المسجد الأقصى. هناك أيضا عربدة للمستوطنين في منطقة صباصة. هناك طبعا حسب رئيس البلدية صباصة أبلغنا أن هناك يعني خطة إسرائيلية واضحة لوضع اليد بالكامل على المنطقة الأثرية تحت مسمى أنها منطقة حفريات، وأنها سيكون هناك مشروع إسرائيلي كبير فيها، وهناك شق طريق أيضا يربطها بمنطقة مستوطنة شافي شمرون، وهذا يعني سلخ المنطقة الأثرية عن بلدة صباصية الفلسطينية الواجعة في المنطقة الشمالية الغربية من محافظة نابلس. نعم، يعني أخيرا دكتور، يعني بالأمس شهدت معظم المدن إغلاقات من قبل قوات الاحتلال. في شعفاط أغلقت أيضا قوات الاحتلال أحد الطرق الرئيسية المؤدية لمدينة أريحة ومدخل بيت لحم الجنوبي وأيضا الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس. يعني ما ذريعة هذه الإغلاقات وأيضا كيف تبدو أحوال الطرق صباح هذا اليوم؟ بالفعل
السباقات بالأمس كانت حتى قبيل موعد الإفطار أكثر من 100 مركبة كانت بالأمس عالقة على حادث بيت فريك شرق نابلس، ولم تتمكن من الدخول إلى بيت فريك إلا بعد ساعات متأخرة من الليلة الماضية. الكثير من المواطنين أدوا صلاة المغرب والعشاء وأيضا تناول الإفطار خارج بلدة بيت فريك وبيت دجن بسبب إغلاق هذا الحاجز. أيضا حادث حوارة كان مغلق لفترة طويلة من الوقت يوم أمس، وكان هناك أيضا توازن مستوطنين في منطقة شيلو، وهذا منع كثير من المواطنين من منطقة رام الله للتواصل ومناطق شمال الضفة الغربية. هي جزء من عربدة المستوطنين، وأيضا الاحتلال يتزرع بأنه يسعى لإلقاء القبض على منفذي عمليات الحمراء، وبالتالي عمليات الإغلاق للطرق في منطقة تيسير وأفطوباط ومناطق الأغوار وأيضا بين نابلس ورام الله، هي جزء منها تجديدات على المدن الفلسطينية ومحاولة البحث عن مطلقي النار على المستوطنين قبل 4 أيام بالقرب من الحمراء ومقتل مستوطنتين جراء هذه العملية. نعم، إذن اسمح لي إلى هنا وشكرك الزميل الصحفي الدكتور أمين أبو وردة، شكرا لك لتزويننا بكافة التفاصيل حول الأوضاع الميدانية. إذن من أهم المواضيع التي لاقت ضجة واهتماما كبيرا على مستوى الشارع الفلسطيني اليوم ومنذ ساعات المساء منذ يوم أمس، وهو ما اعترف به العميل زهير الغليظ بارتباطه مع جيش الاحتلال ومشاركته في عملية اغتيال شهداء العرين. لنتابع ونستمع إلى ما يقول. أنا المدعو زهير خليل زهير غليظ من نابلس سكان البلد القديمة. أنا ربطوني مع اليهود عن طريق فيديو سكاب لبعض، أنا شخص من البلد طبعا مو الأسكاب مو بتعامل معه. بعديها طلبوا مني مقابلة أنزل على حوارة، نزلت على حوارة تواصلت مع الكابتن اللي هو أنور، رحت عنده حكى لي بدي في لك مهمة، هاي الأول مهمة طبعا أنا شيء المهم، حكيت له حكاية بس تروح الدار توصل رن لي، حكيت له أم صوت الدار رن علي، بحكي له ما أنت بدك تتبع وترصد الشيشاني والشباب معاه دخيل وأشرف، كان كل تركيزهم رصد الشيشاني وهم بروحهم بيجي، رصدته أكثر من مرة. آخر مرة رصدته فيها كان قاعد عند جامع كبير عند النبعة، واتصلت على الضابط حكيت له أي قاعد هذيك المنطقة، كافأني على كراز دخان، كافأني على كراز دخان. اتصل علي شخص اللي هو أسقطني حكى لي بدك ينزل على إسرائيل، أنا نزلت قبل ما أثبت شغل، نزلت على شغلي بجا أخذني الضابط حكى لي في لك مهمة اللي بعد هاي المهمة في لك. إذن هذا الفيديو التي لاقى اهتماما وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى أيضا ردود فعل من الشارع الفلسطيني، ولنبدأ بزوجات وأمهات وأخوات الشهداء الذين ارتقوا على يد هذا الجاسوس لدى الاحتلال، وما كتبته أم الشهيد تامر الكيلاني تعقيبا على أخذ العرين الثائر لفلذة كبدها. قالت: دائما كانت ثقتي بربي وبأصحاب ابني الأسود كبيرة، تسلم الأيادي يا عريننا، عشت ولا عاش من امتدت ايده على ابطال العرين، دوسوا على الجواسيس فقد تمادوا، رحمة الله عليك يا ابو يامن يا مفخرة العرين، رحمة الله على ابطالنا شهدائنا جميعا، انا لله وانا اليه لراجعون. وأيضا على دم أبو صالح لاما نصالح، هكذا عبرت والدة أبو صالح العزيزي في أخذ العرين ثأرا لنجلها الشهيد أبو صالح العزيزي. وقالت: على دم أبو صالح لاما نصالح، أبو صالح سيد الرجال، ولن يأتي الزمان بمثله مرعب المحتل والخونة، اصطفاه الله لأنه من خيرة الناس وأحب لقاءه كما أحب أبو صالح لقاء الله، فهنيئا لك الشهادة يا بطل. واليوم تم قتل الخائن، طبعا ليس وحده فهناك أعوان آخرون ومصيرهم أيضا سيكون نفس مصيره بإذن الله إلى مزبلة التاريخ أيها الخونة.
ونقلا عن زوجة القائد في عرين الأسود الشهيد تامر الكيلاني قالت: من بعد الحمد والشكر ومن بعد الشكر الرضا، وأشهدك يا رب إني راضية والحمد لله. وهيك تارك إجا يا حبيبي، حكيت لك وأنا عند راسك، تارك مش رح يطول أشوف أشراف نابلس كيف أخذت تارك. عمرك ما غفلت عن مناسبة إلي، وهي كانت هديتي إلي بعيد ميلادي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. وأيضا شقيقة الشهيد أدهم مبروك الشيشاني تعقيبا على إعدام متخابر مع قوات الاحتلال نشرت على صفحتها على الفيسبوك: والكيف هان عليك تبيع زينة أخيرة الشباب علشان كروز دخان يا ابن الحرام، ولو جيت عنا كان أعطيناك بدل الكروز 1000، حسبي الله ونعم الوكيل، والله يحرق روحك وكل إشي بخصك زي ما حرقت قلوبنا على أخونا، والله اللي صار فيك اليوم قليل عليك وعقبال كل حد وسخ مثلك، والله يجي وإن شاء الله بيجيهم الدور عن قريب، وربنا يحمينا المقاومين الشرفاء اللي أخذوا بثارنا اليوم. وبحب أحكي لك أخوي، أنت والشباب بأعلى جنات النعيم، وأنت بدارك الأسفل من النار إن شاء الله رب العالمين. وأخيرا ما نشرته شقيقة الشهيدة حمدي قيم عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي: خلي الحب ببيت النار وصوب على راس الجاسوس، افرح يا نابلس، كشفوا خاين البلد اللي برقبته خيرة شبابك وإلى مزبلة التاريخ. وأخيرا نشرت مجموعات عرين الأسود في بيانها وصرحت بيان مقتضب: جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد، نظرا لعمليات البحث والتحري التي تقوم بها مجموعات عرين الأسود بخصوص موضوع الخائن الذي تمت تصفيته الليلة الماضية، نعلمكم بأننا سنوضح للرأي العام كل ما يلزم في حينه، موثقا توثيقا دقيقا بعد استيفاء بعض الإجراءات الأمنية من طرفنا. وهنا نوجه رسالتنا لكل خائن إن باع دينه وضميره وشرفه ووطنه، لقد كشف أمركم وظهرت سوءتكم، ونحن نتابعكم في أماكن تواجدكم، ولن يحميكم أحد ولو تحصنتم أينما كنتم. شهداؤنا الأحبة، ناموا قريري الأعين، فخلفكم رجال لم يخونوا العهد ولم يتراجعوا خطوة للوراء، ولا نامت أعين الجبناء، إخوتكم في مجموعات عرين الأسود. وجولتنا الأخيرة ستكون مع حالة الطقس لهذا اليوم، بحيث توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم خماسينيا غائما حارا جافا ومغبرا أيضا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية. وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ودافئا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وأشارت الدائرة إلى أن الجو يستمر حتى يوم غد الاثنين حارا جافا ومغبرا، وتبقى أيضا درجات الحرارة أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية حتى ساعات الظهيرة، وفي ساعات المساء سيكون هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وارتفاع على نسبة الرطوبة، وتكون أيضا الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة في المناطق الجبلية. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. كنت معكم من الإعداد والتقديم هديل أبو زين، من الإخراج التلفزيوني والتنسيق خالد نجاس، ومن الهندسة الإذاعية محمد ريان. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله. صباح الخير يا وطنا يسير بمجد العال إلى الأعلى. صباح الخير يا وطن، صباح الخير من رفح حتى رأس الناقورة، من قدس العروبة وغزة الأبية حتى الخليل، صباح نسيم الجليل العليل، صباح الخير من حيفا وعكا والناصرة وبئر السبع إلى نابلس جبل النار، صباح نخيل أريحة وبرتقال يافا، صباح الخير لبيسان والمجدل وإسدود وعسقلان، صباح الخير من أم الرشراش والمزيرعة ويالو ولفتة وعين كارم
والعباسية وبيت نبالة وصفد. صباح الخير إلى بيت نوبة وعمواس والقسطل من طبرية حتى النقب. صباح الخير للد والمثلث. صباح الخير من وطن يا وطن. صباح الخير من مهد بيت لحم إلى قلقيلي وطول كرم وجنين. صباح الخير لأهلنا في طوباس وسلفيت. صباح الخير لكل مدينة وقرية ومخيم. صباح الخير لشعبنا في الشتات واللجوء. صباح الخير للأسرى والجرحى ولذوي الشهداء. صباح الخير للعمال والفلاحين. صباح الخير للطلاب. صباح الخير للفقراء. صباح الخير يا وطن. صباح الخير يا أرضا عشقناها مدى الزمن. في هذه الجولة الإخبارية الصباحية نتابع معكم آخر التطورات والأحداث الميدانية مع شبكة مراسلين وعلى امتداد الوطن السليب. نقرأ الخبر، نقدمه ونحلله بعين فلسطين. برنامج صباح الخير يا وطن يأتيكم من الساعة 8 صباحاً وحتى 9. هذا البرنامج برعاية مستشفى إتش كلينيك التخصصي. هيلث، صحة، هيومانيتي، إنسانية، هاي ستاندردز أوف كير، معايير عالية للرعاية الطبية. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. جودة، صحة، مذاق طيب. الجنيدي إلنا كلنا.